صراحة كيف شاف الجميع فنقدروا نكون اننا ما كناش في المستوى، ولكن حاولنا اننا سيطرنا على المباراة من اول دقائق الاخيرة، خلقنا فرص جيل ما استطعناش اننا نترجموا الاهداف، كانت فرص نادرة، فتسجل لنا هدف كان ضد مجرى اللاعب. فنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم اننا نحقق واحد النتيجة ايجابية في مباراة الاياب ونفرحوا هذه الجماهير الودادية ان شاء الله ونجيبوا تعاون ان شاء الله من مدينة فاس ان شاء الله.